إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله نتكلم تكملة على هذا الباب، باب ذكر عن باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يسألون حتى يقول أحدهم من خلق الله. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما ذكر عن النبي عليه السلام أن الناس يسألون حتى يقولون الله خلق كذا، الله خلق كذا، فمن خلق الله؟ لا إله إلا الله. عن يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء، فمن خلقه؟ قال يزيد: فحدثني عنه ابن صبيغ السلمي أنه رأى ركبا أتوا أبا هريرة فسألوه عن ذلك فقال: الله أكبر، ما حدثني خليلي بشيء إلا وقد رأيته وأنا أنتظره. وعن جعفر بن برقان قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سألكم الناس عن ذلك فقولوا الله كان قبل كل شيء، والله خالق كل شيء، والله كائن بعد كل شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: لا يزال عبدي يسأل عني هذا الله خلقني، فمن خلق الله؟ وعن أنس بن مالك الباب الذي بعده. باب في الوسوسة في أمر الرب عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد الشيء في أنفسنا ليتعاظم عند أحدنا أن نتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. وعنه رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا لنحدث بالشيء ما نحب أن نتكلم به وأن لنا ما على الأرض. فقال: ذاك محض الإيمان. وعنه رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بشيء من أمر الرب عز وجل لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال: ذلك محض الإيمان. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك صريح الإيمان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأجد في صدر الشيء لأن أكون حمما أحب إلي من أن أتكلم به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. وعن عمارة ابن أبي حسن الأنصاري ثم المازني أخبره أنه بلغه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة التي يوسوس بها الشيطان في أنفسنا، أن يسقط أحدنا من عند الثريا أحب إليه من أن يتكلم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد وجدتم، ذلك صريح الإيمان. وعنه أنه بلغه أن رجالا
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فذكر نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما لا نحب أن نتكلم به، وإن لنا ما طلعت عليه الشمس. قال: قد وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. نعم، تكلمنا أن الشيطان له مسارح مع الإنسان، وأن الشيطان قد أخذ على نفسه العهد لمقاتلة ابن آدم ومحاربة ابن آدم، هو ما في هذه الدنيا إلا لإضلال بني البشر. يوم أبى يوم أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. وبينا بأنه يأتي بالوسوسة على الإنسان ويعاود هذه الوسوسة، كما سنبين تفصيل ذلك بإذن الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله جل في علاه قبل كل شيء، والله خالق كل شيء، والله كان كائن بعد كل شيء. هذه صفات لله جل في علاه، من أعظم صفات الله جل في علاه، من أعظم الصفات التي لابد أن تتعرف بها أو تتعرف على الله جل وعلا بها، وأن تتعبد لله جل وعلا بها. هذه الصفات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صفتين عظيمتين جليلتين، ذكر صفة الأولية وصفة الآخرية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله جل وعلا قبل كل شيء، كان الله قبل كل شيء، فهذه صفة هي صفة الأولية، وصفة الأولية صفة ذاتية لله جل في علاه، أزلية أبدية لا تنفك عن الله بحال من الأحوال. هذه الصفة، صفة الأولية، من صفات الذات لله جل في علاه، من صفات الكمال والبهاء والعظمة لله جل في علاه، ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله جل في علاه: هو الأول والآخر والظاهر. قال: هو الأول، والأول اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة، هذه الصفة هي صفة الأولية، صفة الأولية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان الله قبل كل شيء. وقد ورد في الصحيح عن عمران بن الحصين رضي الله عنهم وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله قبل كل شيء، كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر أو ذكر في اللوح المحفوظ كل شيء. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله قبل كل شيء، وهذه أيضا من إثبات صفات الأولية لله جل في علاه، كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وذكر أو كتب في الذكر كل شيء. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ قال: كان في عماه، يعني السحاب. فالغرض المقصود، هم يعتقدون بأن الله جل في علاه هو له الأولية المطلقة، وكما قلت قد قال الله جل في علاه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالله جل وعلا لم يسبقه شيء، وكل مخلوق قد سبقه شيء، وكل مخلوق قد سبقه العدم. فالله واجد والكل موجود، والله خالق والكل مخلوق، وكل قد سبقه العدم، كما قال الله جل في علاه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فسبقه العدم. وهذه الصفة العظيمة، صفة الأولية، عندما يعتقدها المؤمن الموحد لله جل في علاه، يتعبد لله جل في علاه بعبادة جليلة عند اعتقاده لهذه الصفة الجليلة. ترجمة الاعتقاد الصحيح في الله جل في علاه بأن صفة الأولية له تكسب الإنسان العبد المكلف، تكسبه فقرا وذلا عظيما لله جل في علاه، يصير به أغنى الناس وأقرب الناس وأعبد الناس لرب الناس جل في علاه. عندما يتذكر المرء ويتدبر صفة الأولية لله جل في علاه، الله خالق كل شيء وكتب كل شيء في الذكر، الله هو الأول وهو الآخر سبحانه جل في علاه، عندما يتذكر المرء هذه الصفة ويتدبرها يقول: قد ذكرني ربي في الإسلام وفي المسلمين قبل أن أذكره بالإسلام. يقول الله خالق كل شيء، وكان الله قبل كل شيء، فهنا الأولية لله جل في علاه، فأنت ما من صباح ولا مساء في نعمة من نعائم الله جل في علاه في دنيا أو في دين، وأنت تتدبر صفة الأولية تكسبك هذا الفقر، وأنت تقول: ذكرني مسلما قبل أن أكون مسلما بعدما نزل قبل أن أنزل من بطن أمي، وأن الله جل وعلا ذكرني في المسلمين. إذا كنت قائما تصلي لله جل في علاه متهجدا متعبدا ذليلا خاضعا خاشعا
لربك جل في علاء تذكر وتتدبر هذه الصفة الأولية حين يقول الله جل في علاء هو الأول والآخر، وأنت تذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الأول فليس قبلك شيء، فتعلم أن الله ذكرك قبل أن يخلقك، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة ذكرك في القائمين قبل أن تقوم له وتتورم قدماك ذلا وخضوعا لربك جل في علاء. عندما تكون صائما لله جل في علاء مع عطش الهواجر هذه، فأنت تتذكر أن الله جل في علاء، تتذكر قول الله جل في علاء هو الأول، تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وكتب كل شيء في الذكر المحفوظ في اللوح المحفوظ، وتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الأول فليس قبلك شيء، أن الله ذكرك في الصائمين قبل أن تصوم له سبحانه جل في علاه. وإن كنت في الحجيج في حجيج بيت الله الحرام وأنت في عشية عرفة والله جل وعلا يباهي بك الملائكة أشعث أغبر بهذه الصفة الجليلة، تتذكر أولية الله جل في علاه وأنه لا لولا الله ما كنت أنت في هذا المقام العظيم، فتعلم أن الله ذكرك في الحجيج قبل أن يخلقك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذه الصفة العظيمة الذي إذا تدبر المرء فيها وأمعن النظر علم أنه ما منه من شيء من فضل، بل الفضل كل الفضل لله جل في علاه، الأولية لله جل في علاه، هو الذي وفقك، هو الذي سددك، هو الذي أعانك، هو الذي فتح لك أبواب الخيرات. فالموفق المسدد هو الذي يتدبر في هذه الصفة حتى تكسبه هذه العبادة العظيمة، الفقر والذل العظيم لله جل في علاه. وإذا اكتسبت هذه الصفة العظيمة الفقر لله باعتقادك في أولية الله جل في علاه، لسان حالك كما لسان حال شيخ الإسلام عندما كان يقول ما مني شيء ما بشيء ما لي شيء، يعني ما مني من شيء، الفضل كل الفضل من الله جل في علاه. عندما تكتسب هذه الصفة العظيمة تتبع هذه الصفة صفة أعظم وهي نفي السلب، إيجاب وسلب. أما الإيجاب الفقر التام لله جل في علاه الذي يكسبك الذل التام لله جل في علاه، فقر لازم لذاتك ولصفاتك هذا الإيجاب، والسلب تنفي عنك صفة العجب وصفة الكبر، ما دمت ليس لك من الأمر من شيء، أن تقوم لله، أن تصوم لله، أن تحج لله، أن تتصدق لله، كل ذلك بتوفيق الله وبتسديد الله، لا يمكن أن يأتي قلبك ولا أن يكسب قلبك العجبة ولا الكبر، لأنك علمت أن الفضل كل الفضل بالأولية بمن ذكرك قبل أن تولد من بطن أمك. وقد قال الله جل في علاء وما بكم من نعمة فمن الله، فالموفق الرشيد فالمسدد هو الذي يتعبد لله بهذه الصفة العظيمة الجليلة، كلما وفق لعبادة قال لولا الله ما اهتدينا، وهذا الذي رجز به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد رددها النبي صلى الله عليه وسلم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صدقنا ولا صلينا. فأنت حينما تتعبد الله بهذه الصفة العظيمة كما قلت تكسبك الفقر والذل التام لله جل في علاه، حينها تتذكر قول الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم حديث أشرف حديث عند أهل الشام، قال الله جل في علاه عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إلى أن قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، يحمد الله فقط، وفمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأنت إن تصفحت صفحات التاريخ وانظر إلى تاريخ الأنبياء ترى أن أفقر عباد الله لله جل في علاه هم الذين قد تعبدوا لله بهذه الصفة، هم الذين انصب فكرهم وقلبهم اشتاق إلى ربهم باعتقادهم السديد بأن الأولية المطلقة لله جل في علاه. انظر إلى موسى وهو يظهر فقره لله جل في علاه ويعلم أن التوفيق والتسديد بيد الله فقط سبحانه جل في علاه، لذلك كان تمام اليقين وتمام التوكل على الله فقط. قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير، أولا نسب الخير لمن؟ لله، الأولية لله، الأولية المطلقة لله جل في علاه. قال موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وأنا أفقر ما أكون إليك رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله له جل في علاه؟ وما كنت ترجو أن يلقى إليك، ها أتم الآية مهمة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كنت ترجو أن يلقى إليك أنت، ما كنت ترجو أن تكون نبيا ولا كان يمكن لك ولا تتخيل ولا يمكن كان يقع في قلبك أن تكون نبيا، لكن فضل الله السابق ذكرك الله في المرسلين بل جعلك الله جل وعلا أعظم المرسلين. فهذا الذي يجعل الإنسان أذل ما يكون لربه جل في علاه وأفقر ما يكون لربه جل في علاه، وينجو المرء في الدنيا ويعلو في الآخرة
باعتقاده الأولية المطلقة لله جل في علاه، لأنه لا يمكن أن ينسب النعمة لنفسه بحال، كل نعمة رأى نفسه فيها من دين أو دنيا لابد أن ينسبها لله جل في علاه. وعلى النقيض، انظر على النقيض ممن سلب الله جل في علاه هذه الصفة، ماذا كان المآل وماذا كان الحال، إلى التردي وإلى الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. انظر إلى قارون عندما فتح الله عليه كنوز الأرض، ماذا قال؟ قال إنما أتيته عن علم عندي، افتقد وجهل بربي جل في علاه سبق الأولية. الله جل وعلا الذي ذكرك بذلك، الله جل وعلا الذي فتح لك هذه الكنوز، فكيف تجحد بربك جل في علاه؟ لذلك قال الله عنه: فخسفنا به وبداره الأرض. هذا الرجل صاحب الجنتين، واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل، إلى أن قال: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. هذا ينظر لمن؟ هل ينظر للمنعم الأول؟ لا والله، ينظر لنفسه، هو يرى من مكانته عند ربي جل في علاه، لذلك بوأه هذا في الدنيا ولهذه المكانة، كأن الله جل وعلا يجبر، حاشا لله سبحانه جل في علاه، أن يعطيه نفس المكانة أو فوق هذه المكان. هؤلاء الذين جاهلوا أولية الله جل في علاه. وأروع أمثلة السنة في ذلك ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، وجاء الله جل وعلا ليبين لهم هذه الصفة الأولية. انظر إلى النادي منهم وإلى الهالك منهم. لما جاء إلى الأبرص فقال: ماذا تريد؟ قال: يعني جلد طيب، هذا الجلد الذي قذرني منه الناس، فأنا أريد جلد طيب ومال طيب، فرزقه الله الجلد الطيب والمال الطيب. والثاني الأقرع قال: قذرني الناس من أجل هذا الصلع، فأريد شعر طيب ومال طيب، فرزقه الله المال الطيب والشعر الطيب. والثالث كان أعمى قال: قدرني الناس من أجل العمى، فرزقه الله البصر ورزقه الله المال الطيب. ثم بعد ذلك انظر إلى اعتقاد الأولية هنا، هذا أنت لابد تستنبطه وتستخلصه. لما جاء الملك في صورة كل إنسان، جاء على نفس الصورة، جاء للأبرص على صورة الأبرص، فطلب منه، طلب البلغة، طلب منه أن يبلغ مقامه بالصدقة، وذكره بفضل الله عليه، قال: ورثت هذا إيش؟ حتى كذاب في أصل وجه، كذاب وهو راجع الأمر، في كذاب ويعلم ذلك، قال: ورثت هذا كابرا عن كابر. فماذا قال له الملك؟ قال: أعرفك، أما كنت أبرص يقذرك الناس سيرك الله، إن كنت كذبا سيرك الله لما كنت عليه. وقد كان، لأنه لم يتعبد لله جل وعلا بالأولية، لم يتدبر قلبه ويتذكر بأن الله ذكره قبل الخلق بهذا الخير الذي هو فيه، فلم ينسب النعمة لباريها سبحانه جل في علاه. وذهب إلى الأقرع فقال مثل ما قال، قال: ورثت ذلك كابرا عن كابر، قال: إني أعرفك، ثم صار إلى مكانه. لكن لما ذهب إلى الأعمى ماذا قال؟ قال: أعتقد في ربي ما يعتقد الصالحون، أعتقد بالأولية. قال: نعم والله، كنت كذا كنت كذا. قال: كنت فقيرا فأغناني الله جل في علاه، كنت أعمى فرزقني الله البصر وأدى النعمة ونسب النعمة لباريها جل في علاه. لذلك ثبت الله له هذا الخير وهو الناجي من هؤلاء الهالكين، لأنه تعبد لله بهذه الصفة. أنت لو محصت النظر علمت أنه علم أن الفضل كل الفضل بيد من؟ بيد الأول سبحانه جل في علاه. فهذه أمثلة رائعة تبين لنا كيف أن من تعبد الله بالأولية فاز ونجا ويعلو في الآخرة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعلم أن التوفيق والتسديد بالأول، يقول: فأنت الأول فليس قبلك شيء. فكان صباح مساء ليل نهار يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الأولية عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما كان يطوف بالبيت يبكي باكيا ويقول: اللهم إن كنت قد كتبتني سابقا، انصب نظره إلى هذه الصفة العظيمة، يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا. هو يقصد كتبتني في عندما كنت في جنينة في بطن أمي في صحف الملائكة، فكان يبكي ويقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا. ثم يقرأ قول الله جل في علاه بالآيات العظيمة، قال الله جل في علاه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا الذي ذكره بلسان حاله أبو بكر عندما اعتقد في أولية الله جل في علاه وأن القدرة كلها لله جل في علاه. عندما دخلوا عليه على فراش الموت فقالوا: نأتي لك بالطبيب. قال: لا، الطبيب قد رآني. قالوا: ماذا قال لك؟ قال لي: إني فعال لما أريد أولا وآخرا.
فهذه هي الصفة العظيمة التي كان يتعبد بها الصالحون، صفة الأولية المطلقة لله جل في علاه، تكسبك فقرا وذلا لله جل في علاه، تمنع عنك العجب والكبر ليل نهار، تعلم أنك ما كنت في نعمة أو في علم أو كنت في صلاة أو في صيام أو في صدقة أو في توفيق وتسديد لنصرة الدين ما هي إلا بالله، ولو شاء فإن الله جل وعلا يستطيع أن يسحب منك ما أعطاك. قال الله جل في علاه مبينا لعبادي أن يعتقدوا هذا الاعتقاد الجازم فيه، وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ولا يكونوا أمثلكم، والله جل وعلا الذي منح هو الذي يستطيع أن يمنع هذه النعمة، صفة الأولية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الثانية المقابلة، صفة الآخرية، صفة الآخرية، الآخرية المطلقة لله جل في علاه، وهي صفة أيضا ذاتية لله جل في علاه، كل يثنى ويبقى الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله كائن بعد كل شيء، والله كائن بعد كل شيء، وهذه أيضا ثبتت بالكتاب وثبتت بالسنة وإجماع أهل السنة. قال الله جل في علاه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال هو الأول والآخر، وقال الله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فهذه الآخرية لله جل في علاه ثبتت بالكتاب وثبتت أيضا بالسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله بقى كائن بعد كل شيء. وقد قال الله جل وعلا لمن الملك اليوم بعد ما يفنى كل شيء، لمن الملك اليوم؟ الجواب لله الواحد القهار سبحانه جل في علاه. العبادة الأولى قالوا يا عبادة الصلحاء، عبادة العامة والصلحاء من العامة، أما العبادة الأخرى بالاسم الثاني العبادة بهذه الصفة الثانية الآخر التي يتضمن صفة الآخرية، هذه عبادة الأنبياء والمرسلين، عبادة العلماء الذين فطنوا وفقهوا هذه المسألة العظيمة. ما دام الآخر هو الله جل في علاه فآخر منتهى أمل العبد أن يرضي ربه جل في علاه، ومنتهى ما يقول إليه العبد أن يكون في جوار الله جل في علاه، في هذه الآخرية تكسب القلب زهدا في هذه الدنيا وزهدا في من يتحكم في هذه الدنيا من البشر من الأسباب المادية، لكنه لا يزهد في رب البرية الذي يملك كل شيء وهو آخر كل شيء سبحانه جل في علاه. فإذا اعتقد في آخرية الله جل في علاه قال ولما الرياء ولما السمعة، ما كل شيء سينقطع ولا يدوم إلا ما كان لله، ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل، وكل ما تفعله لهذه الدنيا وتؤسسه مهدوم إلى زوال، إذ الدنيا بأسرها ومن عليها وما عليها إلى زوال، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا الله جل وعلا يقول كل شيء هالك إلا وجه، وإلا وجه يعني إلا وجه الله جل في علاه ثابت يعني الذات الإلهية، وأيضا بتفسير لازم لا تأويلا كل شيء باقي ما ابتغي به وجه الله جل في علاه. إذن العمل أيضا يبقى، نعم العمل يبقى إن كان قد ابتغي به وجه الله جل في علاه، لأن الآخرية لله جل في علاه. فإذا اعتقد امرؤ في آخرية الله جل في علاه فلما السمعة ولما الرياء، ما دام قد علم أن الذي يدوم ما كان ابتغاء وجه الله جل في علاه. لذلك نصحت عائشة رضي الله عنها أرضاها بنصيحة غالية من ذهب لمعاوية عندما استنصحها، بعثت له بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس على سخط الله أسخطه الله وأسخط عليه الناس. الآخرية لله جل في علاه، فيكون منتهى أمل العبد هو أن يجاور ربه جل في علاه وأن ينظر إلى وجهه الكريم. قال الله جل وعلا ما إنما عند الله هو خير لكم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الآخرية لله جل في علاه. لذلك ما ترى أحدا من الصحابة رضي الله عليهم كان ينظر للدنيا وما في الدنيا بحال من الأحوال، ما كان كل واحد منهم يسير سيرا ولا ينام نومة ولا يأكل الأكلة إلا للآخرية، إلا لله، للباقي الذي لا يمكن أن يفنى بحال من الأحوال. لذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول كنت أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، العمل كله دقيقه وجليله صغيره وكبيره للآخر سبحانه جل في علاه، لأن هذا الذي يتصل ولا ينقطع بحال من الأحوال. فهذه العبادة عبادة من يريد نصرة الله جل في علاه، نصرة دين الله جل في علاه، يقول الله هو الآخر، إذن ما يبقى إلا ما يكون ما أبقاه الله جل في علاه، ولا يبقى إلا ما كان ابتغاء وجه الله. لذلك لما جاء الرجل يسأل سلم في السنن، سنن النسائي والترمذي وأيضا الدارمي وكثير من الكتب خرجت هذا الحديث، عندما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. في رواية أخرى قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل الغنيمة وللذكر، يقاتل للأجر وللغنيمة، أو للذكر وللأجر. فقالوا: أي ذلك في سبيل الله؟ أو قالوا: ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قالوها مرة ثانية فقال: لا شيء له. ثم أعادوا عليه ثالثة فقال: لا شيء له. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له، يعني وابتغي به وجهه. لذلك في الحديث القدسي يبين لنا جليا هذه الصفة العظيمة. يقول الله في آخر أيام الدنيا التي إلى زوال، يقول الله جل في علاه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. كل شيء ليس لله مقطوع، مبتور. ثاني، فقال الله جل في علاه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي روايات أن الله جل وعلا يأمر أن يأخذ أجره ممن قد ابتغى العمل من أجله الغرض المقصود. هذه الصفة العظيمة، صفة الآخرية، هذه التي يتعبد بها الأنبياء. آخر منتهى أمل كل عبد صالح تقي نقي بر هو أن يصل إلى الله جل في علاه، ويصل إلى جوار الله سالما آمنا غانما، ينظر إلى وجه الله الكريم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما الحديث الثاني وهو الحديث العظيم، الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الوسوسة عند علماءنا يقولون: المرء لا يمكن أن ينفك عن الخواطر، يهجم على المرء وعلى قلب المرء الخواطر. والخواطر على قسمين: خواطر تدعو إلى الرذائل، أعوذ بالله من غضب الله، خواطر تدعو إلى الرذائل وهي الوسوسة وهي لمة الشيطان، وخواطر تدعو إلى المحامد والفضائل، وهذه لا وهذه هي هذه الخواطر هو الإلهام ولمة الملك. هذه الخواطر القسم الثاني، خواطر تدعو إلى المحامد والفضائل، هذا الإلهام وهي لمة الملك، توفيقا وتسديدا من الله جل في علاه. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفقه الناس وأعبد الناس وأفضل الناس وأسرع الناس إلى الخيرات، وكانوا إذا نابهم أمر أو أصابهم أمر ذهبوا سريعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتحلقوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام كل منهم يشتكي ما هو فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: انظروا إلى عظم ما هم فيه. ولذلك قال بعض التابعين أو قال بعض الصحابة: التابعون منهم من هو أعظم عبادة من الصحابة، لكنه لا يمكن أن يصل إلى درجة الصحابة لتعظيم الله في القلوب. هذا هو الفارق، كانوا هم أزهد الناس في الدنيا وليسوا وما كانوا أعبد الناس، مع أن زهد القلب عبادة، لكن هو يقصد على عبادة الجوارح. فكان من جاء بعد الصحابة أكثر عبادة وأكثر صلاة وأكثر صياما من الصحابة، ولا يمكن لواحد منهم أن يبلغ شأوى الصحابة بحال من الأحوال. لما؟ لعبادة القلب. فسنرى ذلك، لأنهم جاءوا كل منهم هلع فزع، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، لأن يخر أحدنا من السماء خير له. يخر من السماء، تعرف يعني ايش يخر من السماء؟ أرأيت قوم لوط ماذا حدث لهم؟ كالشجرة يعني تنقلع. فيقول: لأن يخر أحدنا من السماء خير له من أن يذكر ما يجد في قلبه وفي صدره. تعاظم الأمر عليه. وفي الرواية الأخرى كما قرأ أخونا الكريم قال: لأن يصير أحدنا أن يحترق أحدنا ويصير حمما خير له من أن يذكر ما يجد في نفسه. إيش اللي يجد في نفسه؟ يجد في نفسه الوسوسة كما سنبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ أو قد وجدتموه، كما في الصحيح وفي غير الصحيح، أو قد وجدتموه؟ الله أكبر، كبر. وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا وجد أمرا عظيما أو نابه أمر عظيم كبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرا تذكيرا للجالسين ولنفسه ولقلبي أن الله أعظم وأجل، وأن الله أعظم من كل شيء، وأن الله أعظم، وأن الله أعظم من كل شيء، وأن الله أكبر من كل شيء. كبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر تأكيدا وتذكيرا وانتباها للقلب وجذب واسترعاء الانتباه. قال الله جل وعلا: الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله. كبر أولا تكبيرا لله وتعظيما وتوقيرا وتبجيلا، ثم ثنى بالحمد لله جل في علا، الحمد لله على كل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يثني على الله جل في علا الحمد لله، ولما حمدت يا رسول الله ربك جل في علا بما أخبروك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وقد بينا الوسوسة. ثم قال: أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان، ذلك صريح الإيمان. فقلنا نقف مع هذه الكلمة وما هو صريح الإيمان. الرجل يقول:
تصريحا يا رسول الله لأن يخر أحدنا من السماء خير له من أن يتكلم بما يقع في قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك صريح الإيمان، ذاك محض الإيمان. هل الوسواس محض الإيمان؟ هل الوسواس صريح الإيمان؟ أقول إذا دققت النظر في هذا يفسر لك أو تفسر لك هذه اللفظة بتفسيرات ثلاثة. التفسير الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، ذاك محض الإيمان. الأول هو أن الوسواس هي صريح الإيمان أو ذاك صريح الإيمان، لكن حتى أبين لا ألبس على الإخوة، الوسواس هي لازم صريح الإيمان، الوسواس لازم صريح الإيمان. والأدق تفسيرا الوسواس علامة على محض الإيمان، علامة على صريح الإيمان، علامة على استكمال الإيمان في القلب. لما استكمل القلب الإيمان ودرجات الإيمان بأصل الإيمان وكمال الإيمان والإحسان بلغ إلى ذلك ما استطاع الشيطان لصاحب هذا القلب سبيلا، ما استطاع له سبيلا بالغواية. لكنه لما لم يستطع الغواية لا يمكن أن تخمد نار الحرب بحال من الأحوال، ذهب إلى شيء آخر ألا وهو الوسواس. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الرجل من تعظيمه لله جل في علاه، قال له إن قلبك صار عامرا بالإيمان بالله جل في علاه، صار عامرا بالإحسان بالكمال، صار عامرا باليقين في الله جل في علاه، لذلك لم يستطع الشيطان إلى قلبك سبيلا، فرد الله كيده إلى أن يوسوس لك حتى يصيبك بالهم والغم والحزن بما يدور ويخترج في نفسك. فيكون التفسير الأول ذاك صريح الإيمان، يعني امتلأ هذه الوسوسة كانت علامة على الإيمان، كانت لازمة من لوازم الإيمان، لأن القلب لما امتلأ بالإيمان ما استطاع الشيطان أن يغوي صاحب هذا القلب العامر بالإيمان، فوسوس له وأصابه بالهم بهذه الوسوسة. لذلك نصحه وقال فلينتهي، لا تضره شيء ولا تكتب عند ربه جل في علاه. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس، ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. العلماء يقولون ذاك صريح الإيمان تعاظم ذلك في قلب المؤمن، صريح الإيمان ومحض الإيمان بل وكمال الإيمان. فإن المرأة إذا امتلأ قلبه خوفا وخشية من الله جل في علاه وتعظيما وتبجيلا لله جل في علاه لا يمكن أن يقبل ما يختلج في نفسه، ولذلك قال لأن يخر أحدنا خير له، لأن يخر أحدنا من السماء خير له من أن يتحدث بما يختلج في صدره، تعظيما لجناب الله، تقديرا وتبجيلا لله جل في علاه. لذلك لما أنكر الله على الكفر لأننا يعرفون قدره، ما لكم لا ترجون لله وقاره، وما قدر الله حقه قدره. أما هذا المؤمن التقي النقي البار الذي جاءه الشيطان وهجم عليه بهذه الوسوسة، تعاظم الأمر في قلبه لأنه يعظم جناب الله جل في علاه، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك صريح الإيمان. يبقى تعاظم الأمر وتعاظم هذا الخطب في قلب المؤمن صريح الإيمان، وذاك محض الإيمان. وعلامة ذلك أن المرأة يعظم ربه تعظيما جليلا بأوامر، بتعظيم أوامر الله، بتعظيم نواهي الله جل في علاه، بتعظيم آيات الله جل في علاه. قال الله جل في علاه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. هذه علامة المؤمنين، وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه علامة أهل الإيمان، التبجيل والتعظيم لرب الأرض والسماء سبحانه جل في علاه. لذلك لما قال تعظم الأمر في قلبه وقال لأن يخر أحدنا، قال إذا اكتمل الإيمان في قلبك لأنك تعظم الله جل في علاه، بتعظيم جناب الله وذات الله المقدسة، بتعظيم آيات الله، بتعظيم رسول الله. وهل تعظيم رسول الله من تعظيم الله؟ نعم والله، ذاك صريح الإيمان تعظيم رسول الله، لأنك إذا عظمت المرسل فقد عظمت المرسل، إذا عظمت المرسل فهذا من تعظيمك للمرسل. ولذلك قال الله جل وعلا علامة الحب لله جل في علاه هي التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وما علا وما ارتفع وما سما سهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلا بتعظيم قلوبهم لله جل في علاه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وانظر إلى أروع الأمثلة التي ضربناها قبل ذلك، أعيد على مسامعكم مثلا أو مثلين من تعظيم صحابة رسول الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عمر يدخل على ابنه فلذت كبده فيقول له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ابن عبد الله بن عمر مجتهدا لا مناوئا لا مخالفا، ولا يمكن أن نظن به أنه يعارض سنة الإنسان، لكن قال مجتهدا كما قالت عائشة. عائشة قالت نفس ما قال هذا الابن البار بن عبد الله بن عمر، قال له لا والله لنمنعهن إذا لاتخذنه دخلا، لأنه فهم
من أن الله جل في علاه شرع للنساء الخروج إلى المساجد كما شرع للرجال الخروج إلى المساجد لأمر مهم، ما هو؟ تعظيم الإيمان في القلب، صحيح ولا لا؟ قال الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله، إيش؟ يبقى تعظيم الإيمان سيحدث ذلك، فشرع قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، معناه نصح وقال وبيوتهن خير لهن، لكن لما قال ذلك علم هذا الابن البار بأن هذا الحكم موصوف منوط بعلة، إيش هي العلة؟ الإيمان أو التعبد لله جل في علاه، لأن هذه المواطن مواطن تعبد، لو ذهبت المرأة تتكلم عن الموضات وعن النساء وعن التي خرجت والتي دخلت والتي فعلت والتي لم تفعل وتتكلم حديث الدنيا بحذافيرها وترك الآخرة، هل هذه قد حققت الوصف أو حققت الثمرة المطلوبة من خروجها للمسجد؟ أجيب لا. فإذا قال إذن الحكم معلق ومنوط بعلة يدور معها حيث دارت، فإن وجدت العلة وجدت، ما هي العلة؟ التعبد والإيمان، الحكم لا تمنعه، اذهبنا إلى المساجد. طب إذا انتفت العلة انتفى الحكم، وهذا تأصيل شرعي، وهذا الذي قالته عائشة، قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت النساء في يوم الناس هذا، إيش في مجتمع الصحابة مع التابعين ده في قرون إيش؟ لو جاءت عائشة في عصرنا هذا ونظرت إلى ما نظرت إليه الآن ماذا تفعل؟ هذا ممكن تموت كمدا، تموت في وقتها. قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني اتخذنا سبل النساء بني إسرائيل. لذلك الإنسان قال لا تتبعون سنة الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. في رواية قال ولو نكح الرجل أمه لوجد في أمتي من يفعل ذلك. قالوا ومن يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال ومن، يعني من غير هؤلاء؟ فالغرض المقصود قالت لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. اجتهدت واجتهد الرجل، يعني هو ما يريد المخالفة، كأنه يشير إلى أبيه، هذا منوط بحكم موصوف بعلة، إذا وجدت وجد الحكم. ماذا فعل ابن عمر؟ تعظيما لله وتعظيما لرسول الله بتعظيمه لسنة النبي. هو وين النبي الآن؟ وين النبي كان مع ابن عمر في المجلس؟ ما كان موجود، كان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، لكن هو تعظيم الرسول يظهر ظهورا جليا بتعظيم سنته، فوكزه وكزة شديدة. قال في بعض الروايات قال لا كلمتك أقول لك، قال رسول الله لا تمنعهن وأنت تقول نمنعهن، ما نظر لاجتهاد ولا غير اجتهاد، تأدب معه لا تمنعه، فقالت وتقول نمنعهن لا كلمتك ما حييت، وما كلمه حتى مات. الرواية الأغلظ جاءت أنه قال له أقول لك قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله وأنت تقول نمنعهن، لعنة الله عليك، لعنة طرد من رحمة الله جل في علاه، لا يمكن أن تصور عقل، لكن قال لعنة الله عليك، لأنه فقط خالف في الظاهر بأنه بين أنه هذا الحكم منصوب بوصف. وأما المثل الثاني مثل عبد الله بن المغفل رضي الله عنه وارضاه، مرة على ابن عم له يحدث بالحصى، فقال له يا ابن عم لا تحدث، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف، فقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكع عدوا، إنما يكسر السن ويفقأ العين. قال له صدر الباب، قال له إيش؟ ينهى رسول الله، نهى رسول الله، انظر إلى تعظيم القلوب. في اليوم التالي بعدما قال له هذا الحديث نظر إليه فقال فوجده أيضا يحذف، فقال أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحث وتحذف، والله لا ساكنتك مكانه، ففر من المكان الذي فيه من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من تعظيم القلوب، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، ذاك محض الإيمان. فأنت إن علت أصواتك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمدح في النبي صلى الله عليه وسلم واكتب أبيات الأشعار 100 بيت ولم تلتمس سنة النبي، أين تعظيمك؟ أين تعظيمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن ادعيت شيئا وزعمت شيئا فدلل عليه، والدلالة واضحة جدا، قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الغرض المقصود ذاك صريح الإيمان، تعظيمكم لهذا الشأن، تعظيمكم لهذا الخطف، تعظيمكم لجلال الله جل في علاه، صريح الإيمان ومحض الإيمان. التفسير الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده للوسوسة، ذاك صريح الإيمان. ذاك صريح الإيمان مجاهدة وسوسة الشيطان، مجاهدة وسوسة الشيطان. ومن وين هذا؟ هذا أيضا نستنبطه من الحديث الثاني الذي قال فيه فلينتهي وليقل أعوذ بالله من الشيطان، أو قال فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فمجاهدة المرء
هذه الوسوسة ودفعها وعدم استقرارها في القلب ولا ميل النفس لها، ذاك صريح الإيمان، وهذا من أعمال القلوب. وأعمال القلوب أعظم، أعظم ألوان الإيمان من أعمال القلوب. ويرتقي المرء بعمل قلبه فوق ما يرتقي بعمل الجوارح، وتتفاوت الدرجات إلى السماء. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان، أن تجاهد هذه الوسوسة، أن تدفع هذه الوسوسة، لا تستمر معها، لا يثبت قلبك عليها، ذاك صريح الإيمان. هذا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان، ذاك محض الإيمان. فعلى كل إنسان منا أن يعرض نفسه على مثل هذه. ما منا من أحد إلا وتأتيه هذه الوسوسة، وما منا من أحد إلا وتأتيه هذه الخاطرة. خواطر كثيرة، خواطر بالحسد، خواطر بالحقد، خواطر بالغيبة، خواطر بالنميمة، خواطر حتى في الله جل في علاه، خواطر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعمل بها، وتقول: لو كان الله أحل كذا أو حرم كذا. فهذه الخاطر تأتي. فعلى المرء أن يعرض نفسه على الثلاثة أمور: هل تعاظم الأمر في قلبه؟ ذاك صريح الإيمان. وإلا فالخلل الموجود في الإيمان، فليعاود نفسه لينمو إيمانه في القلب. فإن جاءت الخاطرة الثانية فدفعها فردها، ذاك صريح الإيمان. أما إذا صار معها فذاك خلل في الإيمان، فعليه أن يتقي الله ولا أن يقف معها، وأن يناوئ نفسه حتى يصل إلى مراتب الإيمان العلى. هذا آخر ما يمكن أن يقال في هذين البابين، وهي أبواب عظيمة جدا، وقفنا عند نكات لطيفة منها. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في ميزان الحسنات، ويهمنا وإياكم الإخلاص، وينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا. الفوائد المستنبطة من البابين: الفائدة الأولى، الخلة أعظم درجات الصحبة والأخوة. الخلة أعظم درجات الصحبة والأخوة، فصح لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تؤخذ من ايش؟ من قول ابي هريره: صدق رسول الله، قد صدقني خليلي. قال صدقني ايش؟ خليل، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا من اصحابه بحال، لا ظنا عليه، لكنه اتخذ ربه خليلا. كانت الخله لابراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم. وذلك ترى الخطا الفاحش عند من ليل نهار يدندن حول محبه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: والخله لابراهيم، والمحبه لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا ذنو منزله للنبي صلى الله عليه وسلم. انت ما تدري المادح في النبي صلى الله عليه وسلم، انت ما تدري مدحته بالقليل ما مدحته بالعظيم، لان الخلة ارقى منزلة من المحبة. ونقلوا ذلك عن ابن عباس، وهيات ثم هيات. ابن عباس افصح الناس واعلم الناس باللغة، لا يعلم ان الخلة تتقدم على المحبة بحال من الاحوال. والحديث هالك، ما يصح عن ابن عباس. لكن الخلة لابراهيم وللنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من البشر خليلا، من البشر أجمعين، لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم إيش؟ خليل الرحمن. وهذه فضيلة ليس بعدها فضيلة، قد اتخذ الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا سبحانه جل في علاه. أما الصحابة ما من واحد منهم إلا يقول: أوصاني خليلي بثلاث. والخلة معناها تخللت المحبة مسالك القلب، وهذا ركن الإيمان. فالخلة أولها المحبة، والمحبة ركن من الإيمان، والخلة كمال الإيمان. يعني لو فقد القلب المحبة ما كان مؤمنا، ولو فقد الخلة كان مؤمنا أو كان مسلما، ولم يصل إلى درجة الكمال. فهمت ولا ما فهمت؟ يبقى عندنا درجتان: الدرجة الأولى درجة يقبل يستوي الإيمان معها، ودرجة يكمل الإيمان معها. الدرجة هي درجة المحبة. لا يمكن لمؤمن إلا أن يكون مؤمنا إلا أن يعمل قلبه بمحبة النبي، لا يمكن أن يصير مؤمنا إلا بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم، هذا نفي أصل الإيمان، ما يقال هذا نفي كمال الإيمان، أخطأ من قال بذلك، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 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 نفسه ومن ولده ومن ماله. فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، والله أنت أحب إلي من 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 مالي وولدي ومن الناس أجمعين، لا لكن من نفسي وقف، يعني من نفسي إيش؟ لا لست أحب نفسي. ما هذه الشجاعة؟ ما هذا الإيمان حقا؟ لأن هذا مؤمن، ليس بمنافق ولا مدلس ولا مدافع. أنت لو تنظر لواحد بتحبه، ممكن أنت يعني هو حبيبك بتسلم عليه بتجد السعادة، كل ما تراه تقول: كأني نظرت إلى النبي، كأن زهراني النبي صلى الله عليه وسلم. وكذب ونفاق أمام الله جل في علاه، وهذه مصيبة كبرى. إلا إن كانت مضراة فأمر آخر، هذا فقه آخر، باب آخر. لكن شوف، انظر عمر قالها لمن؟ لأعظم الخلق مكانة عند الله. قال: لا، من نفسي لا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم غار عليه، يغار عليه، فأخذ بتلابيب جسدي بتلابيبه، فقال: لا والله يا عمر، لا والله، حتى أكون من نفسي. قال: أنت الآن صدق، صدق الله فصدق الله. بهذه السرعة؟ هلا مش ممكن. عمر كذاب؟
حاشا لله. عمر صادق فقالها صدقا وفي اللحظة قالها صدقا. انظر غير الله قلبه في ثانية واحدة، في لحظة واحدة. ما الذي غير قلبه بأن يعمر قلبه بحب النفس؟ صادق صادق. ولذلك كعب قال أنا كنت ألحن الناس، ممكن أجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أدخل عليه فيستغفر لي كما استغفر للمنافقين، لكني علمت أن النجاة لا تكون في ذلك. فلما صدق يطلى له القرآن، يطلى عنه إلى يوم القيامة، إلى يوم الناس هذا. وأنت تعلم وعلى الثلاثة الذين خلفوا. اللهم ألهمنا الصدق معك يا رب العالمين. نعوذ بالله من النظر للبشر أو التفات للنظر للبشر. اللهم اجعلنا ننظر لك وأنت فوق العرش وأنت أرحم الراحمين. يعني نظر القلب حتى لا يأتي يعني يقول شوف أقل نظر يبقى إذن يرى الله في الدنيا. لا ما يرى، نتكلم نظر القلب، لأن القلب لا يميل إلا لله جل في علاه. فانظر صدق عمر في لحظة واحدة، قال أنت الآن يا رسول الله. قال الآن يا عمر، الآن الإيمان الواجب قد أتاك وكمال الإيمان قد أتاك. فإذا المحبة أصل الإيمان لا يكون إلا بهذه المحبة. المرتبة الأعلى والأرقى والأسمى منزلة هي مرتبة الخلة، أن تتخلى المحبة والسلام في قلبك، كأنك لا تحك رأسك إلا وأن تقول فعل ذلك رسول الله، هل ورد عليه السلام ذلك أم لا. هذه علامة حقا، هذه علامة التوفيق والتزيد. الخذلان، كل الخذلان أن ترى أن يقول الرجل أظنه وجدته، رأيته قال الفقير فلاني. لكن عندما تريد أن تسأل عن علامة التوفيق والتزيد ترى الرجل لا يخطئ إلا بسنة، يخطئ إلا بسنة، يعني في فهمي هو أن هذه السنة موجبة لما فعل، فأخطأ اجتهادا لكنه ما تحرك إلا بدليل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فله أجران، إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله، يبقى تراه لا يتحرك إلا بقال الله قال الرسول، ما يمكن أن يتحرك إلا بذلك. هذه علامة التوفيق. فتخللت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبي، فقال والله لا أعيش إلا كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أهتم إلا بما أهتم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أسير إلا على سير النبي صلى الله عليه وسلم. قدروا استطاعتي واتقوا الله ما استطعتم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، توحيد الله هو النجاة، لا سبيل للنجاة إلا بالتوحيد. من وين هذا؟ من وين؟ ما صاحب النكاح؟ جيد، من وين نستنبط هذا من الأحاديث؟ أنا أتكلم عن هذه فائدة من الأحاديث جاءت صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه عن طريق الإشارة، أحسنت، لكن في أصرح من ذلك اللي بعده. هذا هذا في الرواية اللي بعدها ولا أي رواية؟ الرواية اللي بعدها في الباب اللي بعده، في نفس الباب، في الباب الأول. نعم، قل الله أحد الله الصمد، أحسنت، هذه أول رواية، هذه دلالة واضحة جدا، الله أحد الله الصمد. إذا قلت ذلك يعلو صوتك بالتوحيد، فالنجاة النجاة. إيه ثاني؟ فقولوا آمنا بالله ورسوله، توحيد الله. الإيمان هنا هي علامة النجاة، إذن يرد الله الوسوسة وكيد الوسوسة بالتوحيد. طيب، الفائدة الثالثة، الدعوة بالحكمة، في قوله في الباب الذي سبق لا تحدث الناس بما يبتعهم، وهذه يعني لها أداب معينة، وإلا اللين الرفق يكون مع أناس، وبعض أناس لا ينفع معهم إلا شد. وهذا ورد عن السلام هذا وذاك، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة هذا وذاك، والدلالة واضحة جدا. في أحد عنده دلالة على ذلك؟ وطبعا السلام كان دائما يعلم الجاهل تعليما هينا لينا، صحيح ولا لا؟ لما دخل العربية وبال إيش حدث؟ قال لا لا تزرموا، ثم قال له إن هذه المساجد ما يعني ما بنيت إلا لكذا، وعلم الرجل، حتى قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدا، من مرام لين السلام وشد الصحابة. طيب، وأيضا لما جاء الرجل ضرب على أفخاذه، لما استغفر الله اعطس فقال الحمد لله، قال يرحمك الله، فايضا نظروا الي نظر الذين يعني يقتلوه، تتكلم في الصلاه، فضربوا على افخاذهم، قال ولكم لما تنظرون الي هكذا. نجات كمان في الكلام في الصلاه. وبعد ذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاه لا يحل فيها او لا يصح فيها من كلام الناس من شيء، صحيح ولا لا؟ كل هذا نحفظه جيدا ونحفره على صدورنا. لكن يغيب عن الناس بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتد على كثير من الناس، بل ما على افاضل الناس. هذه اسمها ادب التعامل، يعني فقه التعامل، من أين تضع الغلظة وأين تضع اللين، هذا فقه تعامل. والذي يجهله يضيع، لأن الجانب دائما إذا وضعت جانب الغضب أو جانب القوة في اللين هذا خوار وجب،
واذا وضعت اللين في وضعت العكس بالعكس قد تهورت واضعت وافسدت، كما حدث مع كثير من الشباب المتحمسين الذين يتهورون دون علم ودون رويه. هات ما عندك ايه، علي صوتك، ثقلتك امك يا معاذ. لا، اما معاذ قال امحاسبون انحاسب بما نتكلم به، قال ثقلتك امك يا معاذ، وهل يخر الناس على مناخيرهم او وجوههم الا حصاد السنين. خذ الاقوى من هذا، لان ممكن تقال هذه درجت على السنه العرب في الصلاه. طيب أنا هذه جاءت وهذه، طيب احسنت. وفي الصلاه لما قال له افتان انت يا معاذ، هنا الراوي يقول ما رايت سلم غضب في موعظه ثم غضب في هذه الموعظه، غضب وقال لمعاذ ايش افتان انت يا معاذ. خذ الاقوى من ذلك، عمر هذا مكانته عند الناس. عمر لا سيب عمر وابو بكر الان، دي عمر منفردا. عمر وما ادراكم ما عمر، عمر وما ادراكم ما عمر، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده بيده التوراه فغضب عليه غضبا شديدا، ما في تليين وما في رفق وما في قل لعمر عمر انت ما تسمع القران والسنه؟ قال امتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي، لو كان موسى حيا ما وسعه الا هذا. فقه التعامل، انزال المسائل منازلها مواضعها، هذه هي الحكمه التي اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. الفائده الثالثه الرابعه التقعر في السؤال المذموم، التقعر في السؤال المذموم. وطبعا كره علماؤنا عوض السؤال عن عوض المسائل ومشكلات المسائل، هذه اسمها التي يكون لها الطبل للشهره فقط، نعوذ بالله من الخذلان. فالتقعر في السؤال مذموم، والتقعر في السؤال يستنبط من ايش؟ بسرعه موجود جدا في الحديث ظاهر صاحب المال سؤال فقط، الناس ياتون يسالون يا ابا هريره من خلق السماء؟ من خلق الارض؟ من خلق الانهار؟ من خلق الله؟ يظهر الى ان يصل الى هذا. فالتقعر في السؤال مذموم كما بينا. اثبات نعم التنطع، يعني هو اصلا يعمق النظر، يعني غواص في الباب الذي قبله، قال لا تحدث الناس بما يفزعهم. طيب الفائدة الخامسة إثبات صفة الخلق لله جل في علاه، والله كائن بعد كل شيء، قال والله خلق كل شيء. وصفة الخلق صفة ذاتية فعلية، ذاتية فعلية، أدركت نفسك. نعم ذاتية فعلية، صفة الخلق صفة ذاتية فعلية ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة، الله خالق كل شيء، حتى أعمال العباد، حتى أعمال العباد. قال الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله خالق كل صانع وإيش وصنعته. طيب الفائدة الخامسة أو السادسة علم الله الذات، من زمن بعيد ستة إيه تركيب مع بعض، هو كل صفة فعلية ذاتية الأصل أحادية النوع، استغفر الله، ذاتية النوع أحادية الأفراد. يعني إيش؟ يعني صفة الخلق هذه يتصف الله بها قبل أن يخلق الخلق، صح؟ لكن ما قلت أنه خلق إلا بعد ما إيش؟ خلق، كما أن الله جل وعلا قال وكلم الله موسى تكليما. لما كلم الله موسى قلنا تكلم، لكن هل قبل أن يتكلم ما كان متكلما؟ لا، قل كان متكلما جل في علاه، لكن تكلم حين جاء موسى الى عند الشجر، مفهوم؟ لكنه ما كان متكلما قبله، لكنه كان يتصف بايش؟ بصفه الكلام. نفس الامر لما خلق السماء، طيب، وخلق الارض وخلق البحار، قبلها كان خالقا، صحيح ولا لا؟ هذا هو. فنقول الان الخلق هذا له سبب وله حين وله وقت واتصف الله به، لكن قبله في الذات لا، في الذات كان متصف به. والا لو قلنا تعرت الذات المقدسة عن صفة واكتسبها بعد ذلك هذا نقص، والنقص منفي عن الله جل في علاه. فهمت هذا الكلام؟ الحمد لله. ده قول المعتزلة الذين يقولون بالتسلسل، وهذه مصيبة كبرى، أم المصائب هذه. لا، كل شيء عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيئا، كان الله ولم يكن شيئا، انتهى الموضوع.
أحسن الله. الفائدة فائدة كام؟ من دلائل النبوة، دلائل النبوة كثيرة، من الإخبار بالمغيبات، من دلائل النبوة الإخبار بالمغيبات. وين هذا؟ من وين؟ كيف؟ ما حدثني بشيء إلا قد رأيته. حدث أبا هريرة سيأتيك الناس سيسألونك من خلق السماء من خلق الأرض من خلق كذا. فلما حدث قال صدقاني خليلي، وهذا كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا دلالة من دلالات علامة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر من المغيبات. لذلك في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة. شو انظر يتكلم عن زماننا الذي نعيش فيه. بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال يا رسول الله ما الرويبضة؟ قال الفاسق أو قال يقلل من شأني الفويسق، يتكلم في أمر العام. فنسلم يخبر بالمغيبات، منها ما حدث ومنها ما حدث ما أخبر به بما سيحدث مع عثمان رضي الله عنه وبما سيحدث مع علي بن أبي طالب، يعني لأن هذه أم الفتن فنتكلم فيها. أن نسلم لما دخل عثمان بن عفان، لما دخل نسلم في البستان وأنزل رجله على في الماء، لما قال البواب أبو موسى قال رسول الله عثمان يستأذن، قال أدخله وبشره بالجنة على بلوى تصيب. هذه أول الإشارات. فماذا قال عثمان؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون، الله المستعان. في رواية أخرى في المسند أعظم ما تكون ظهورا لما سيحدث مع عثمان، قال لعثمان بن عفان قال إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل. إيش بقى القميص يا إخوان؟ ها الخلافة، الخلافة. لما دخلوا عليه بالسيف قالوا نتركك شرط أن تتنحى عن إيش. فتذكر حديث الإنسان إن الله يقمصك قميصا إن أرادوك هؤلاء الذين أخبر عنهم الإنسان أرادوك عن خلعه فلا تفعل. أخبر بين الإنسان علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب في الكتاب لما كتب من محمد بن عبد الله محمد رسول الله قال لا لو كنت رسول الله لاتبعناكم امحوها واكتب محمد. قال لا والله لا امحوها. قالت تبتلى مثلها عندما صح هذه القصة. لكن خذ الأقوى من هذا هو أن علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمرين اثنين عجيبين. الأمر الأول قال يا علي أتعرف من أشقاها؟ الله ورسوله أعلم، رد العلم لله ورسوله. فقال أشقاها صاحب الناقة ومن يضرب هذه إيش هذه صلعت علي رأس علي ومن يضرب هذه فيخضب بها هذه. وكان بقى لما وجد النفاق والشقاق دب في الذين يتبعونه ويخزلونه فقبض ذات ليلة وهو قائم لليل، قبض ذات ليلة وبكى بكاء شديدا ودعا الله جل وعلا فقال أين أشقاها أين أشقاها، ويشير على ذلك لأنه يقين. فلما خرج من الباب أعطاه أشقاها. من أشقاها؟ أبو ملجم. يا أنت أشقاها ملجم لما ضربه بالسيف. فهذه كانت من النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات. علي بن أبي طالب أيضا المغيب الثاني، يعني علي بن أبي طالب له صراحة أثار مع النبي صلى الله عليه وسلم علاقات عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الطائفة اللي مع الحق ستقاتل قوما فيهم إيش هذا الرجل المخدج ذو السدية. فبعدما قاتلهم علي بن أبي طالب أخذ يبحث في الموت. أولا أمر أتباعه ينظرون له في الرجل الذي له في اليد كثدي المرأة، يعني بحثوا ما وجدوا. قال والله قد صدقني خليلي. فنقب هو حتى أخرجه وقال الله أكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك لابن عمر بكى وقال ليتني كنت مع علي، إن الحق كان مع علي. وأيضا عائشة رضي الله عنها لما سمعت ذلك قالت والله إن الحق لكان مع علي وما كان بيني وبينه إلا ما بين الأحماء بعضهم وبعض. فالغالب المقصود هذه مغيبات من دلائل النبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولله حكم في عباده. الفائدة ما أعرف كم. طيب التكبير عند أمر عظيم سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإشكال بقى كل إشكال إن الفرود المهاجم القوي بعد ما يضرب الكرة في العرض وتنزل تحت في الثمانيات ولا تدخل في الفرود يكبر، والإخوة تلعب مع بعض تلعب في أي لعبة مرح ويكبرون، يعني ما يصح. الله لا لا أنت لا تعاتب عليه ولا ينكر عليه لكن لا تكبر. تكبر هذا في أمر عظيم للدين، هذا أمر شيء، هذا أهم الأمور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، هذه سنة. الفائدة التي بعدها الرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى أهل العلم هذا هو الحق. يا لخسارة من يترك أهل العلم، ويا لجهل من يرضى على نفسه الجهل حتى لا يرضى على نفسه بعد ظل العلم. سيبقى جاهلا طيلة عمره أو يلتقطه مبتدع
فيضرب عرض الحائط بعد ذلك بعقائد خليفة، أو يضيع مع الضائعين. فالذي لا يمكن أن يأوي إلى ما أمر الله به ضاع. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. شوف انظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل سألوا حين جهلوا؟ قتلوه قتلهم الله. هل سألوا حين جهلوا؟ ولذلك هنا الصحابة يضربون لنا أروع الأمثلة، وفيهم المجتهد وغير المجتهد، يذهبون يأوون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه: يا رسول الله، يجد أحدنا كذا، ما الجواب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجواب كذا. الفائدة الأخيرة: أعمال القلوب هي الركن الركين للإيمان. أعمال القلوب هي الركن الركين للإيمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت أعمال القلوب موجودة بدفع الوسوسة، قال: ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. فلا سعادة من ينمي الإيمان في قلبه بأعمال القلوب، من خشية، من إنابة، من توكل، من خوف، من رجاء، من يقين في الله جل في علاه، وإن كان نائما على سريره، وإن كان نائما على سريره. لذلك العلماء قعدوا قاعدة عظيمة جدا، قالوا: أعمال القلوب تمر سريعا بالإنسان من أعمال الجوارح. ولك الحديث النبوي العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل لما دخل، وإن كانت القصة فيها كلام لكن أصل الحديث صحيح، دخل رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. والقصة مشهورة جدا، عبد الله بن عمرو بن العاص ذهب عليه ينظر في اجتهاده في الصلاة، ما وجد لا صلاة ولا صيام، لا قيام من الليل ولا صيام بالنهار. فقال: يا هذا، والله ما كان بيني وبين أبي من شيء. القصة المشهورة. قال له: وما وجدت صلاة ولا صيام. قال: ما عندي من كثير صلاة ولا صيام، لكني أبيت وليس في قلبي لأحد هذه. قال: هذه التي لا نقوى عليها، تطهير القلب من الحقد والغل والحسد، والتوقير والتعظيم لله جل وعلا ولرسوله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.